تشوف شكون كيصوني؟ واخا. شكون؟ انا احمد. قول مامك تعطيني مطيشة. كيفاش تعطيني مطيشة؟ مالنا كتسالنا؟ ها؟ لا قول لا تسلفالي، ها قول انا هي غتفهم. انا غنمشي نجيبها لك. اش غنعملو؟ شكون عاود؟ عاود جات هادي. قول مامك تعطيني واحد نص كيلو ديال البصله. نص كيلو ديال البصله ياك بحسب بعدنا السوق في الدار ورحنا كنشريوها ماشي كيعطيوها لنا فابور. ولاني مصيبة مع هاد الولد، وغير قول لماماك هي غتفهمني. وبلاتي نقول لماما بلاتي. ماما قالت لك الجارة خديجة عاوتاني اعطيها نص كيلو ديال البصلة. اهي على نص كيلو، اش عندها هادي زيالة عندي مارشي هنايا ولا؟ والله الا قلتلا بلاتي انا غنجيب لك نص بصلة ديها لها، قال لك نص كيلو، والله الا. والله لا هي. وتمشي تدوق على الجيران الاخرين كاينين غير حنايا ولا؟ وراه دارت عليهم كاملين عاد جات عندنا. هذيك الطيب الكامل على ظهرنا ياه. والله لا كل مره طق 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 طق. شوف هاد المره اذا جات ما تطللش عليها. واخا صافي. وقيلا مشات مشات مشات. بسالت عيقات. يلا مشيو. احمد خلعتكم ياك، سمحولي جبرت الباب بالزنقة مردودة. عافاك اختي لما ضوقني، شميت عندكم واحد النس ماد الحريرة كتحمق، عمر لي شي قميلة وكتسرلي فيها الحمص، وديك الساعة نغسل لك القميلة ديالك ونجيبها لك.